السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نقطة نظام. الحقيقة لا يزال الحديث مستمر حول أزمة كورونا والإجراءات التي تقدمها الدولة لمواجهة هذه الأزمة التي تضرب العالم كله وليست مصر فحسب. هذا الأسبوع سيجتمع مجلس الوزراء لبحث إجراءات التعايش مع أزمة كورونا. من جانب هيكون ما بينها يعني عودة دور العبادة ورحلات الطيران وأيضا عدد آخر من الأنشطة التي من المفترض أن تعود إلى العمل للفترة القادمة، يعني بعد تعليق لهذه الأنشطة لأكثر من شهرين. والحقيقة ده عمل أزمة كبيرة جدا بالنسبة لنا في مسألة التوقف. من ضمن هذه الإجراءات الحقيقة اللي كانت قامت بها الدولة الفترة اللي فاتت كانت عودة العالقين المصريين الموجودين في كثير من دول العالم. مصر الحقيقة يعني أثبتت أنها لا تتخلى عن أحد من أبنائها، لا سيما في ظل هذه الظروف التي تعاني منها كل دول العالم. كانت في رحلات استثنائية تقدمها شركة مصر للطيران في عدد من الدول العربية والأوروبية وأيضا عدد من الدول الآسيوية لعودة المصريين العالقين في الخارج ممن لديهم الرغبة في العودة من جديد. الحقيقة برضو كان من ضمن الأشياء الملاحظة خلال الفترة اللي فاتت أنه النقابات المهنية أيضا، لو هنتكلم عن نقابة المحامين أو نقابة الصحفيين أو الإعلاميين أو الأطباء والمهندسين وغيرها من هذه النقابات، يعني رغم كل الأزمة ورغم ما فيها من يعني من مخاوف لدى البعض من أنه ينزل أو يتعامل مع هذا الموقف، إلا أنه كان في عمل مستمر ودؤوب داخل هذه النقابات لتوفير عدد من الخدمات للكثير من أعضائها وتوفير برضو أدوات الوقاية من كورونا لأعضائها، سواء إذا كنا بنتكلم عن الكمامات أو الكحول أو يعني ما أعلن عنه أنه أحد وسائل الوقاية من هذا الفيروس التاجي. قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا سيادة المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محامين جنوب القاهرة. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بسعادتك، وبنرحب بالسادة مشاهدي القناة، وبندعو الله أن يحمي مصر وأهلها وأن يرفع عنها البلاء والوباء، وبإذن الله نجتاز هذه الفترة الصعبة وهنمر منها بخير بإذن الله. إن شاء الله. سيادة المستشار، يعني الدولة خدت عدة إجراءات وكانت هذه الإجراءات يعني بشكل تصاعدي بعض الشيء خلال الفترة اللي فاتت، علشان يعني هنقول الأعداد كانت تدريجيا في تصاعد، وبالتالي إحنا لاخدنا إجراءات الإغلاق العام لأن الأمر لم يكن يستدعي في هذه الفترة إن إحنا ناخد إجراءات إغلاق عام زي كثير من الدول زي إيطاليا أو ألمانيا أو إسبانيا، ولا يعني لا توقفنا بشكل كامل ولا عملنا بشكل جزئي. يعني حتى سيادة الرئيس في توجيهاته ان احنا دايما كل الجهات الخاصه والعامه تظل تعمل ولكن مع تخفيض عدد العماله. تمام. راي حضرتك في الاجراءات اللي اتخذت خلال الفتره اللي فاتت؟ هو اولا انا بشكر القناه على بثها لبرامج توعويه للشعب المصري وببساطه شديده قوي، واعتقد ان كتير مننا استفاد من البرامج دي في القناه، فانا بوجه الشكر لاداره القناه على بث هذه البرامج التوعويه. ثانيا بالنسبه للقياده السياسيه والحكومه المصريه تعاملت مع ملف جائحه كورونا باحترافيه، فمهدت الشعب عن طريق الغلق الجزئي واعدته على انه لما تيجي تفتح، عشان طبعا ما فيش عندنا قدره اقتصاديه ان احنا نتحمل الغلق ده حتى تاريخه، فالشعب حاليا بقى مهيئ انه ينزل ويتعايش. طبعا من 15/3 لغايه 15/6 ثلاثة اشهر عدوا، فتم تهيئه الشعب وحثوا على الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها الدوله في مجابهه جائحه كورونا عن طريق ان احنا نعمل اجراءات اللي تبعتها وزاره الصحه والسكان. تاني حاجه الاجراءات اللي خدتها الدوله ممثله في القوات المسلحه تعقيم كل المؤسسات وكل المنشآت اللي بيبقى فيها تردد المواطنين يوميا. هنيجي النهارده دولة رئيس الوزراء بإذن الله على يوم الخميس في صدد ان هو يصدر قرارات متوقعة ان هو هيبقى فيه فتح جزئي لكافة يعني أجهزة الدولة ومؤسساتها للتعامل والتعايش، على أساس ان المواطن مش هيقدر يتحمل فترة أكتر من 3 أشهر على موضوع العمل
الرزق، انما يبقى في تعايش ما بين الملف الصحي والملف الاقتصادي. فانا طبعا بشكر القياده السياسيه على الاجراءات الاحترازيه الاحترافيه، وباذن الله القياده السياسيه بتراهن على وعي الشعب المصري، وباذن الله في المرحله المقبله ان شاء الله هنعدي الفتره وهي اقصاها شهر يونيو باذن الله، لان دي فتره الذروه، والاعداد طبعا بتدي على اساس في ان مصر ما تخلتش على مواطنيها في الخارج، ففي عدد كبير من المصريين العالقين في كافه دول العالم تم باذن الله وصولهم لارض مصر، فكل ده سبب من اسباب ان اعلت النسبه وكده. ولكن انا شايف يعني ولازم ندي كل واحد حقه ان الدوله قامت بدورها، والمواطن عليه الوعي والادراك والتعايش والتعامل. وبقى عندنا دلوقتي بس الثلاث ظواهر السلبيه يعني اللي انا يعني لاحظتهم خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، اللي هي اول ظاهره التنمر، ودي كانت في بدايه الجائحه، وثاني ظاهره اللي هي التكالب على الامراض على العلاج، وبرضك الحمد لله الكيرف بتاعها بينزل شويه في شويه. فان شاء الله باذن الله مصر قادره على مواجهه هذه الجائحه، وان شاء الله الشعب يشارك الدوله في انه يعدي هذه الفتره باذن الله. تمام، انت شايف تفسيرك ايه لهذا الاعداد التصاعديه؟ يعني احنا كنا بنتكلم في الاول في ارقام 100 و200 و300، النهارده بنتكلم في المئات، وده يعني هل ده متوقف على انه ازمه، كان عندنا ازمه في مساله وعي المواطنين فيما يتعلق بالاجراءات الوقائيه في التعامل مع هذا الملف، ولا ده كان وضع طبيعي لانه الفيروس يعني كان بينتشر بطرق او اساليب لا تتعلق فقط بمساله التعامل بين المواطنين وبعضهم؟ هو انا طبعا وفقا لتصاريح وزاره الصحه والسكان ووزاره الصحه العالميه ان دي فتره تحور المرض او الفيروس ذات نفسه، بجانب ان احنا برضو كان عندنا يعني شيء من الاستهتار في ان ايه ما بناخدش الاجراءات الاحترازيه، فدي ادت الى زياده الاعداد في الفتره الاخيره. وطبعا فتح المجال بقى ان احنا بنجيب كل المصريين العالقين دول بينقلوا طبعا من الخارج، وفي نسبه تكاد مثلا نسميها ب 10%، ففي احتمال ان النسب تزيد بهذه السلسله. كان بيتعمل لهم حجر، كان بيتعمل لهم ماشي، بس هو الفكره برضو ان طبقا يعني ده اللي كان بتعمله وزاره الصحه بالتنسيق مع وزاره الهجره ووزاره التعليم. هو طبعا حضرتك ان كان في الموضوع في بدايته كان في البلد، فدي يعني رد فعل للاجراءات اللي كانت ضعيفه في الاول. فالدوله دلوقتي ابتدت الاجراءات تبقى فيها حاسم، فاعتقد ان هي ايه المؤشر والكيرف هينزل في خلال ال 15 يوم اللي جايين ان شاء الله، مع التعايش ومع ان احنا كلنا نتمسك بالاجراءات الاحترازيه، وبقى في وعي، وفي الاعلام قايم بدوره برضو كانوا بيوعي المواطن في كيفيه التعامل، وان الحجر المنزلي ما بقاش وصمه عار، او اللي مصاب ما بقاش وصمه عار، ففي يعني ثقافه المجتمع اتغيرت. فان شاء الله يعني كان طبعا حضرتك شفت في الاول موضوع التنمر ومفروض دفن الجثث ومفروض التعامل مع الحالات، فكان في تعتيم وكان كله يعني الموضوع كان رايح في اتجاه تاني. وبعدين برضو القياده السياسيه لما تدخلت في تنفيذ طلبات جيش مصر الابيض وتوفير كل الامكانيات المتاحه ليه، وان هم برضو يعني مصاباهم ومتوفينهم من الشهداء، فكل ده نشكر القياده السياسيه فيها بكل العوامل دي هتؤدي الى نتائج افضل باذن الله. صحيح، وكان في اجتماع ما بين دوله رئيس الوزراء وبين نقيب الاطباء فيما يخص الملف فيما يتعلق يعني انا شايف ان مطالب الاطباء وهو كل الوزارات المعنيه بتحاول ان هي بتلتقي بالقيادات على اساس تسمع منهم ايه المشاكل، وبرضك بتنفذ لهم كل ما هو متاح في امكانيات الدوله. ده كان بادره كويسه الحقيقه طبعا يعني انا حتى وزاره العدل اعلنت اول امس ان هي كل العاملين في الوزاره لهم كافه الرعايه والاهتمام على نفقه الوزاره، وده طبعا قرار اسلك صدورهم يعني، فلان هو كان في اول مش ظاهرين الاهتمام بالملف ده يعني. فدوله وزير العدل اظهره وبشر بيه ولاقى استحسان من العاملين بوزاره العدل يعني. لا عايز بس تفاصيل لهذا الملف. لا يعني هو كان في بعض العاملين من بعد ما الدوله فتحت في 1/6 الفتح الجزئي ابتدت في معاملين في وزاره العدل اللي هم امناء السر والموظفين كان عندهم حظر، فكان في اصابات، فكان قبل مثلا ده هيتعالج على نفقه الدوله ولا على نفقه الشخص وكده، فتدخل الوزير وادى ليهم اجراءات حاسمه وسريعه يعني. بنشكر معالي المستشار وزير العدل بانه نفذ هذا المطلب. تمام، شايف يعني النقابات المهنية تحديدا يعني الفترة اللي فاتت دي الحقيقة يعني لم تتوقف بأي حال من الأحوال، ربما كان في توقف جزئي
يومين مثلا على مستوى نقابة المحاليين، نقابة الصيدلة مثلا توقفت مثلا اسبوعين او اسبوعين بعد ما يعني حتى نقيب المهندسين اصيب برضو بهذا الفيروس المهندس هاني ضاحي. فكان هنقول حتى لو كان في توقف جزئي كان برضو كاجراء وقائي، ولكن هي لم تتوقف فعليا عن خدمة الاعضاء بتوعها، وتحديدا احنا بنتكلم بقى هنا عن نقابة المحاميين رغم ان هي داخلة على معترك انتخابي مقبل في يوليو المقبل بإذن الله. هو حضرتك طبعا احنا عندنا في العشر سنوات الأخيرة تعرضت مصر لظاهرتين استثنائيتين، منهم أحداث يناير 2011 وجائحة كورونا، فدول كانوا بيتطلبوا يكون من الدولة وأجهزتها والنقابات وكافة أطياف الشعب المصري أن يبقى في عندنا حاجة اسمها برنامج إدارة الأزمة. فطبعا النقابات ما فيش جاهزية ليها في أنها تدخل في الملف ده. أنا طبعا كنت اقترحت على نقابة المحامين أن إنشاء فكرة أو أبليكيشن المستشفى الإلكتروني للمحامين وأسرهم والصيدلية الإلكترونية. فده طبعا حضرتك في احنا عندنا نقابة المحامين نقابة عامة تشمل أنحاء الجمهورية وفي نقابات فرعية في دائرة كل محافظة، فالعدد بيقل على مستوى النقابة الفرعية. فلو احنا النقابة الفرعية تبنت الابليكيشن المستشفى الإلكتروني، وطبعا حضرتك فيروس كورونا ومعارضته، فهبتدي دلوقتي العضو التعامل على النقابة تتعاقد مع 3 أطباء زائد 6 ممرضين على مدار الساعة، هيبتدي يتواصل وبقى عندنا حضرتك دلوقتي كل أجهزة الكشف بقت رقمية ومش محتاج ان انا اروح متخصص. يعني دلوقتي جهاز الحرارة دلوقتي بقى رقمي، طرق الأعراض برضو أكشف عنها رقميا، دلوقتي المظاهر، فأقدر أتحدث مع الطبيب في الأبليكيشن عن طريق الفيديو كونفرنس ويقدر يشخص ويوجه ويعمل الأدوية اللي أنا محتاجها ويوجهني للصيدلية في دايرة نقابة الفرعية، وبدون تعامل هيبقى كله عن بعد. فطبعا الأبليكيشن ده لو اتفعل في هذه الأزمة فهيبقى فيه إفادة جميلة، وفي نفس الوقت هيبقى أمل لينا في المستقبل إن إحنا نبقى عندنا حصر لأعدادنا ويبقى فيه ملف صحي لكل مواطن وملف يعني زي ما بيقول عليه الهيستوري بتاعه وإيه الأمراض المزمنة اللي فيه، كل حاجة هيبقى عن طريق الرقم القومي. طب رقمين ازاي؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا عندي مثلا نقابه فرعيه، عندي حاله مصابه باي نوع من المرض، هو حضرتك اتحسمت ان هو هيقدر يشخص في موضوع جائحه كورونا عن طريق ال6 أعراض اللي بيقولوا عليها، ان احنا مثلا في عندي كذا يعني ظهرت عليا الاعراض فابتدي بخاطب الدكتور عن طريق الفيديو كونفرنس، فهو بيقول لي والله انت عندك فعلا برد او عندك اصبت بفيروس كورونا وطريق العلاج كذا، وان انت تبقى في عزل عندك 14 يوم والطرق ان انت تاكل ازاي وتتعامل معاك ازاي ومع اهل بيتك ازاي. فهو ابلكيشن جميل جدا وان شاء الله يطرح للتنفيذ، ده هيوفر لينا حاجات كتيره جدا. لان النهارده حضرتك الظاهرات اللي الجديده على مجتمعنا زي التكالب على الادويه او التنمر او ان كلنا بنروح المستشفى ومجرد ان عندي هاجس، كل ده سعادتك بيشل الاجهزه ديت. يعني ما حدش كان يعني هل يعقل ان العالم بلا طيران والبحر بلا بواخر وما بقاش في طرق بريه؟ ما حدش متخيل. صحيح. احنا في واقع ولازم نتعامل معاه. طبعا حاجه انا برضو بطلع على قرارات فخامه السيد رئيس الجمهوريه انه برضو وجه الحكومه في خلال الاسبوع الاخير ان ضروره تعميق البيئه الالكترونيه المصريه والاتجاه نحو الدولة الرقمية. وأول فكر فيه عجبني بصراحة أنه عملوا برنامج اللي هو 3D لإعلان عن المواقع الأثرية في مصر عن طريق شبكة النت برسوم. فدي فكرة جميلة جدا، وبرضك تعاملت أن أنت النهاردة بتنشر كل إمكانياتك السياحية والأثرية وبتواجه بها العالم، فدي فكرة الدولة الرقمية. فياريت كل وزارة تقدر تستثمر أفكارها ومواردها في الطريق الدولة الرقمية، حتى في إجراءات التعليم عن بعد برضو الرئيس بضرورة طبعا ملحة، والتقاضي عن بعد. يعني النهاردة حضرتك إن العالم شئنا أم لم نشأ هو دلوقتي بقى قرية صغيرة ولازم يبقى فيه التكنولوجيا ونستخدمها، ده بقى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، بدل إحنا دلوقتي قاعدين على مواقع السوشيال ميديا ونتكلم في إشاعات ونتكلم في فلان وفلان وفلان وفلان، لا دلوقتي بقى عندنا أنا مثلا دلوقتي متبني فكر في نطاق نقابة محامين مصر اللي هو فكرة تسويق حوافز الاستثمار المصرية للعالم عن طريق الاستشارة الإلكترونية اللوجستية.
فالنهارده اقدر اعمل تعاون مثلا مع الصين، مع فرنسا، مع انجلترا عن طريق هذا التسويق. النهارده المستثمر الاجنبي مشكلته في ان هو جبان، فعشان هو جبان عاوز قضاء، وعشان في قضاء عندنا بطء اجراءات تقاضي. فلما نيجي نفعل ده وهنحقق له الحمايه اللي هو بيتمناها، ان في سرعه اجراءات تقاضي عن طريق التحكيم الالكتروني. صحيح. فدي افكار كلها تواكب فكره القياده السياسيه للدوله المصريه اللي هي الدوله الرقميه. حتى انا برضه بتكلم في علاج الملف الصحي اللي هو الالكتروني الرقمي. فاحنا لازم النهارده يعني نوجه شعبنا بضروره استثمار التكنولوجيا ويعني الاستفاده منها. احنا النهارده حضرتك لما نيجي نبقى 100 مليون يبقى عندنا 200 مليون خط تليفون. ودون تقدم في الملف الاقتصادي او السياحي او التعليمي او القضاء او طب ما نفكر كل وزاره ان هي تشكل لجنه لتجهيز هذا ايه الفكر. ان احنا النهارده عاوزين ايه نجاحنا في مجال السياحه. النهارده الدوله قامت بدورها وعوضت العماله الغير منتظمه لمده 3 اشهر وعددهم 1,500,000، فارقام برضو مش قليله. فاحنا النهارده وزاره السياحه ايه الفكر؟ ان هي تعمل التسويق للمواقع السياحيه لمصر عن طريق اللي هي التصوير ال 3D، ويتم ايه تسويقها عالميا، ويبقى في يدخل يشترك فيها في قناه اليوتيوب تبقى من وزاره السياحه، وكل ده بيدخل موارد. كويس، بس ده محتاج حاجتين، يعني محتاج برامج توعويه من قبل الاجهزه المعنيه بالامر ده، ومحتاج ايضا برامج تدريب، والحاجتين اظن انه الى حد ما مكلف. ولا مش مكلف، ده بالعكس ده تكلفته اقل. احنا حضرتك دلوقتي احنا اقتصاديا الدوله في خلال من 15 شهر 3 دلوقتي مخصصه مبلغ 100 مليار لمواجهه جائحه كورونا. حلو. النهارده في 70 مليون راحوا لقطاع السياحه، 70 مليون راحوا لقطاع التشييد والمقاولات، و70 مليون كذا. فانا كنت وجهه نظري ان احنا دلوقتي البلد في ظل الاجراءات الاحترازيه دي، فالنهارده انت عندك فرض حظر تجوال، عاوزين كل وزاره يبقى فيها لجنه فنيه او امانه عامه تشوف تطور عرض امكانياتها عن طريق التكنولوجيا الرقميه. النهارده نستثمر الحاله اللي احنا فيها دي، وباذن الله نواجه ونعدي. وانا يعني انا كل ما بلاقي سياده الرئيس بيتكلم ان هو لما لقى في مجال الدوله الرقميه فعلا، دلوقتي وجه وزاره النقل ووزاره المواصلات وتكنولوجيا المعلومات في ايه؟ ان هو يعمق البيئه التكنولوجيه. الفكر بقى يبقى في سرعات اعلى، ويبقى في النهارده اعداد مهوله مشتركه في الابلكيشن، في ابلكيشن كذا وابلكيشن كذا. اكفي يا فندم شوف نجاح شركات خاصه في موضوع اوبر وكريم، ده حقيقي. حاجات عملت حاجات جميله جدا، وبقت النهارده حضرتك ما يقدرش السواق حتى يتعامل معاك بطريقه غير لائقه، وبتتحاسب وفقا للمقرر ليك في الرحله وكده. فليه احنا ما ناخدش الفكر دوت بتاع القطاع الخاص ونطبقه في القطاع الحكومي ويستفيد منه الشعب؟ يعني انا يعني احنا رهنا على الشعب انك تعمل له اللي هو عاوزه. والتوعيه بقى والدور ده هيجي بمرور الوقت، مش يعني مش عاوزين نعجز على ان لا احنا هندرب، لا بالعكس، ده التكنولوجيا ما بتحتاجش قوه بشريه عاليه، ولكن بتحتاج امكانيات. النهارده الدوله عندها نيه، عندها وجده، ابتدي بقى سعادتك الحكومه والوزارات المختصه كلهم يجي يفكر في مجال وزارته او في محافظته. انا ده اللي انا بطلبه وبشارك فيه فخامه الرئيس في ان كل الجهات تفكر بنفس الفكر ده. التباطؤ بقى بيجي منين هنا؟ ما هو هقول يعني لحضرتك على حاجه، انا احنا عندنا لازم توجيه رئيس الجمهوريه. ما هو الرئيس موجه بيه. لا ما هو يعني الرئيس دلوقتي لازم يخاطب وزير السياحه، لازم يخاطب وزير التموين. لا انا شايف ان الفكر العام لازم احنا ناخد من الالتزام وايه ونستقيم. يعني انا النهارده برضك زي ما بقول لحضرتك، انا محامي خارج نظام الاجتماعي للدوله، فكرت ان فخامه الرئيس بيقول ان انا عندي حواز استثمار للمستثمر الاجنبي، عاوز اجيب عمله اجنبيه، افكر بقى انا في مجال عملي احقق المعدل ازاي. ففكرت في ايه؟ في الاستشاره الالكترونيه والتحكيم الالكتروني. فموضوع محتاج ان انا دلوقتي هعمل الموضوع بتاعي ده محتاج ايه؟ 1 2 3. عرضت قالوا لي لا لازم تجيب موافقه من هنا ومن هنا، ونفذت. فالنهارده يعني انا دلوقتي همشي في الاتجاه اللي الدوله متبنيه، واستفيد من الحوافز دي. يعني الدوله عاوزه يبقى احنا ما نتخلفش عن الرقب، بل بالعكس احنا عاوزين نوازي مصر تبقى في مكان تاني. واديك شايف قوه اقليميه وموضوع ليبيا وتدخل السيد الرئيس في وقت حاسم. يعني لازم تبقى انت تدي كل شيء حق، ما تبقاش جاحد ولا نكر، لازم يبقى ليك رؤيه. طبعا موضوع ليبيا ده موضوع كبير، موضوع كبير طبعا. طبعا ده محتاج حلقات. يعني
لكن النقابات المهنية هنا دورها ايه؟ يعني هل معلش يعني النقابات المهنية بالذات بتضم عدد من عشرات الالاف من المهنيين، يعني نقابة المحامين 200,000، ده كانوا 750,000 بعد تنقيح الجداول فوصلنا للرقم 200,000 تمام. عشرات الالاف من الناس دول اولا يعني مجتمعين مع قريبين قوي من الناس، ال 200,000 دول يقدر مثلا نجمع من خلالهم حوالي 5 مليون مثلا او 10 مليون من خلال احتكاكهم من الناس، منهم على الاقل اسره 5 افراد. احنا عايزين بالظبط بالظبط احنا عايزين بقى نستفيد من النقابات دي. والله انا برضك عندنا طبعا يعني القياده السياسيه ادت اتجاه، انا النهارده عندنا موضوع اللي يتعلق بمرفق القضاء وبايه بشركائه، مرفق القضاء ككل وشركائه طبعا حضرتك اللي هي القاضي والمحامي ووزاره العدل والتكنولوجيا. فالمفروض يبقى تشكل لجنه من الاربع جهات دول، ان احنا دلوقتي يعني حتى فخامه الرئيس قابل وزير العدل من اسبوع وسؤال واضح وصريح مباشر، هل انت راضي عن المحاكم المصريه؟ الاجابه قال له لا. وحط سنه فيما يخص ايه؟ يعني مساله الرضا وعدم الرضا ما تناسبش الدوله المصريه فعلا. يعني في ايه؟ دور المحاكم ذات نفسها. في ايه؟ في بطء اجراءات التقاضي ولا حاجه ثانيه؟ ما هو منظومه كامله بقى. بطء اجراءات وقله الامكانيات والتكنولوجيا. تمام. فتم التوجيه واداله على شهر مارس 2021 هيستلم منه 320 محكمه محدثه. توجيه من الرئاسه على طول. وفي جديه خلاص. هنا بقى النهارده وزير العدل قبل ما يبتدي في الترميم وان احنا نفكر في المبنى، لا عاوزين بقى يبقى في تعاصر ما بين القضاء والمحامين ووزاره العدل والتكنولوجيا، عاوزين نعمل المنظومه بقى، التقاضي عن بعد والتقاضي الالكتروني، ويبقى النهارده نستفيد من ان الدوله سمحت بتطوير المرفق كمبنى، ونفكر بقى في التشريعات وكيفيه تنسيق التعاون ما بين شركاء العداله في مصر. طيب التقاضي الالكتروني ده شكله ازاي؟ يعني هل بص حضرتك التجربه موجوده في اوروبا. لا ده معناه اقصد حاجه ثانيه، هل ده معناه انه مثلا المتهم مثلا لن يمثل امام القضاء ولا هيبقى شغل ايه؟ هو موضوع المتهم حاليا وزاره الداخليه ووزاره العدل بتنسق على موضوع الفيديو كونفرنس. بس ده عشان الظروف اللي احنا فيها. ما هو بقى احنا نستفيد منه ويتعامل، لان هقول لحضرتك على فكره جميله جدا. انت عارف حضرتك وزاره الداخليه في اليوم بتنقل المتهمين وتتعرض لخطوره التكلفه قد ايه؟ بمبالغ رهيبه. وزاره العدل عشان تبعت المراسلات بارقام فلكيه. فانا النهارده لما هستخدم دلوقتي حضرتك يعني حتى معالي النائب العام انشا رصد الكتروني للجريمه الالكترونيه من مهيئه مكتبه. وطبعا موضوع سما المصري وحنين والناس دي طبعا طريق رصد مكتب النائب العام. فانا عاوز استفيد من الفكر ده بقى، يعني النهارده حتى معالي النائب العام قال لك المتهم اللي يبقى عليه حكم في اسوان وتقبض عليه في القاهره يعمل الاجراء هو في القاهره من غير ما يسافر. الكترونيا. فالنهارده ده اتجاه النيابه. طب الداخليه ايه العلاقه فيها انها تنفذ دوت؟ النهارده تشوف انت بتصرف كام؟ انت عندك قطاع في الداخليه اسمه قطاع النقل والترحيلات. المتهمين وفي قوات وضباط لتامين نقل المتهمين من محبسهم ومن الاقسام للمحاكم والنيابات المختصه. فكل الملفات دي بتثقل عبء الدوله المصريه. فلازم احنا النهارده يعني مجلس النواب البيئه التشريعيه، الحكومه تيجي بقى البيئه التنفيذيه، نبتدي ننفذ الكلام ده. الكلام ده موجود عالميا، يعني التقاضي الالكتروني والنهارده حضرتك ان انت تتقابل مع القاضي وتبعت له المستندات بتاعتك سكانر، كل ده موجود في اوروبا. الملف الصحي في 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 الخليج النهارده كل مواطن في الخليج ليه بطاقه صحيه، حضرتك بتخش اي جهه عن طريق بطاقه رقم قومي بيعرف انت مريض سكر وضغط وعندك ايه وكل حاجه. في فايل كامل في فايل ملف صحي على موبايلك وفي الدوله. احنا النهارده لما نيجي وزيره الصحه الحاليه حضرتك السنه اللي فاتت سياده الرئيس كان عامل مشروع صحي قومي اللي هو 100 مليون صحه. امكانيات المشروع ده فين؟ احنا كنا بنشوف كل ميدان عربية اسعاف، وكان بنروح النقابات وبنروح المصالح وبنروح الوزارات وبنروح المعاهد وبنروح الجامعات وبنروح النوادي. الامكانيات دي وحضرتك خدت البيئة الرقمية للمواطن اللي بقى عنده ضغط ولا عنده سكر ومصاب عنده فيروس سي ولا ما عندوش، كل الحاجات دي بقت عندك داتا. ايه المانع النهارده ان الاماكن دي تبقى موجودة في مناطق تجمع الناس ونعرف موضوع فيروس كورونا؟ يعني انا لازم الرئيس الجمهورية يتدخل في كل ملف. لا بس هيتم استخدامه على الاقل. على الاقل. فين امكانيات في المشروع؟ طب اقول لحضرتك بس
لما انا اقول لحضرتك يعني مثلا احنا الداتا اللي موجوده فيما يخص البيانات اللي تم استخدامها في 100 مليون صحه، ما انا ممكن استخدمها مثلا في مشروع التامين الصحي الجديد اللي بتاع اللي احنا بنتكلم فيه. تمام، يعني اقصد ان الداتا دي موجوده بالفعل، ما هياش مهدره. ايوه بس انا النهارده انا بتكلم في جائحه بقى. ان احنا عندنا امكانيات، انت حضرتك كنت متواجد اثناء تنفيذ حمله 100 مليون صح. تمام. كنت بتنزل اي ميدان او اي شركه واي مؤسسه، اي مؤسسه تلاقي العربيه واقفه وبتناشد المواطن انه يجي يسجل بياناته وتعمل له كل الامكانيات وتديله العلاج بالمجان. فانا عاوز نفس الامكانيات دي ونفس الروح دي كانت مفروض تبقى موجوده في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فمش لازم يبقى في توجيه من القياده السياسيه، انا مفروض ان انا كل وزاره يعني اتجاه الدوله كده. يعني النهارده حضرتك ليه الريس عمل حمله 100 مليون صح؟ مش عشان يبقى عنده تاريخ الصحي لكل مواطن؟ تمام، كمل بقى ولا لازم نبتدي من اول جديد؟ لا، هو النهارده قدام انت بتفكر في تنميه موارد الدوله ومش عاوز تحقق اعباء، فاعتقد القياده الصحيه هترحب بفكرك. انما انت النهارده مش عاوز تطور، هنقعد بقى نصرخ ونلطم ونعوي ونقول جائحه عالميه. انا النهارده عندي 50 سنه عمري ما سمعت عن موضوع ان يتقفل المطار ويتقفل البحر وكده، عمري. فتخيل. فلازم يبقى عندك ملف عصري انك تواجه بقى، اتواجه واستفيد بالمعطيات دي. فالدوله عندها الامكانيات تتوفر. النهارده بسم الله ما شاء الله، طبعا انا بهنئ القياده السياسيه وفخامه الرئيس بثوره 30 يونيو، وبنهنئ الشعب المصري من ان احنا الدوله الناجيه، وبقينا شفنا كل دول الجوار شكلها ايه وحضرتك الدوله المصريه شكلها ايه، والقياده في عز الجائحه والازمه ملتزمه بفتح كل المشروعات وفقا للبرنامج الزمني. صحيح. فالنهارده فين بقى الوزاره وفين الدوله؟ يعني لازم، يعني انا شايف ان الرئيس بيشتغل 18 ساعه، وابص تلاقيه في منطقه محظور امنيا يتواجد فيها، يعني مثلا منطقه زي الخياله اللي في زهراء مصر القديم، تفاجئ ان الرئيس السيسي نزل عامل زياره وتلقى الناس، وممنوع امنيا المفروض ما يروحش المكان ده، لان منطقه دي اللي بتحددها بقى الجهات الامنيه. لا يعني بص الراجل وبيخاطر وبينزل في ظل المعطيات الاعلاميه، وما فيش حد بعيد عن المعرض او الفيروس، يعني رئيس وزراء بريطانيا ورئيس مش عارف. فالكلام القياده السياسيه شغاله وجاده، وبرضك بتحس برضك، يعني انا برضك بلاحظ على خطاب السيد الرئيس انه برضك بيقول ايه مع اخذ الاجراءات الاحترازيه للعماله المصريه، يعني في مشروع مثلا في الحته الفلانيه عاوز ينفذ المشروع، بس لازم تبقى في اجراءات، مش عاوز يضحي بحد. فالنهارده الروح دي بقى لما تبقى في كل واحد في مكان، ايه المشكله يعني؟ هننجى ان شاء الله وهنعدي من الازمه دي، بس نبقى في حب للبلد دي، وان انت عاوز تبقى يعني كلنا بنتمنى ان احنا نكون في مكان تاني. وعندك قياده عاوزه تبقى كده، مش قياده بتاكلك وتشربك وتخليك تنام، لا، عاوزه تطور، ساعده بقى. فهو بصراحه انا شايف ان احنا لازم ندي كل واحد حقه. كان من ضمن الاجراءات اللي اتخذتها الدوله في الملف بتاع كورونا، وهو وقف تراخيص البناء. وقف البناء لمده 6 أشهر في عدد من المحافظات، يمكن نتيجة أن البعض بيستغل بعض الظروف اللي بتمر بها الدولة لأنها تبني على الأراضي الزراعية أو تخالف الإجراءات اللي حطها الدولة. إيه رأي حضرتك في هذا القرار تحديدا؟ أنا بص هقول لحضرتك على حاجة، أنا طبعا طالعت القرار فخامة الرئيس أنه أثناء سيره في توسع في منطقة معينة، وكان هيعمل 8 حارات على الطريق الدائري للاتجاه الواحد، ففوجئ أن استغلوا بعض ضعاف النفوس أزمة كورونا واتبنت أبراج. فطبعا راح على طول مد قرار بقى الموضوع متعلق بالامن القومي، وبقت وقف البناء، ونفس الحاجه ازاله بدون بقى موضوع حكم عسكري. طبعا انا الموضوع ده الرئيس مش هيقعد يامن الشوارع ويامن المحافظات، وبرضك العقاب انك واحد بنى برج وكلفه ملايين برضك عقاب مش مناسب. انا عاوز يبقى فيه مسؤوليه عن الجهاز التنفيذي للدوله، يعني مفيش حد يجرؤ يبني في ظل هذه الجائحه الا ما يكون في غض بصر من الحي او جهاز المدينه. صحيح. فلا بد وفقا للاجراءات الصارمه اللي الدوله خدتها، اللي الدوله خدتها في الفتره الاخيره دي بوقف البناء 6 أشهر، والمخالف يروح نيابه عسكريه ويتم الازاله فورا وبيتحبس ويدفع غرامه فورا، يبقى برضك في اجراء لرئيس الحي ومهندس الاسكان، لان طالما هو امن العقاب اساء. فحضرتك انا النهارده لما بقى مثلا حي زي حي ما وفجأة من اسبوع بقى عنده 15 او 20 عمره في دايره الحي، بقى ما يصلحش ان يكون رئيس حي ولا مهندس. فلازم برضك الدوله المصريه زي ما عاقبت المواطن المخالف ووجدته النيابه العسكريه وخسرته ما قام بانشائه، وبرضك الناس اللي اشترت في شقق في عماره مخالفه اتعاقبت،
كل ده تعاقب، بس انا شايف ان المهندس ورئيس الحي في مأمن. طب احنا النهارده لا ازاي في ما فيش جزاء اهو. ما انا اقول لحضرتك يعني حتى حركه يعني مثلا كان عندنا ما انا اقول لحضرتك هي مثلا الرقابه الاداريه خلال السنوات اللي فاتت اديك شفت عشرات القضايا من قضايا الرشوه لناس كتير يعني ناس كتير ولم أيوة. يتم استثناء احد يعني لا في سياق وزير او نائب محافظ او ما بنتكلمش في موضوع الاستثناء او رئيس حي. انا عاوز افعل في يعني القانون. اقصد لا اقصد العين موجود. ما هو انا برضك ما بحملش الدوله هنا، انا بتكلم في القصور التشريعي اللي هو العقوبه المهندس. يعني انا النهارده مثلا في ظل القانون المصري النهارده حضرتك لما اجي اتصل برقم 105 عشان في اغاثه او نجده وجي ما حدش يرد عليا مفيش جزاء خبال سيادتك. وانا النهارده انا عاوز برضك ايه الدوله، انا عاوز اعمل بيئه صحيه من كل جوانبها. يعني انا عاوز اسال المواطن وعاوز ابقى منضبط وعاوزه ما يخالفش، وفي نفس الوقت المواطن عاوز يشوف المسؤول المرتشي والحرامي والمتساهل ده بيتحاسب، عشان برضك تبقى ايه يبقى المنظومه متكامله. فانا النهارده مثلا رئيس الوزراء ما بترفع له تقرير امني بيقول والله ان حي كذا كان في نسبه المخالفات في خلال الشهر ده كذا، لازم الرئيس الحي ده يتحاسب لازم. بس انت النهارده حضرتك لان انت مش شغال معناها عندما في حد يجرؤ يبني حاجه في ليله كده بدون ان يبقى في رقابه من يعني احنا عاملين الاحياء دي لايه؟ وظيفتها ايه؟ التنميه المحليه دي وظيفتها ايه؟ يبقى النهارده رئيس الجمهوريه يوضع خطه ونوضع طرق ونوضع كباري ونوضع مشاريع قوميه وتيجي نلاقي مباني بتتبني كده وتعدل بقى مشروعك ولا ايه؟ فلازم يبقى في رقابه وفي قرار قوي في المخالف. يعني انا بناشد رئيس الجمهوريه في الموضوع الملف ده بالذات، لان في فعلا النهارده حضرتك لو شوف في خلال الاسبوعين الاخرين دول مقدار القضايا اللي تحولت للنيابه العسكريه تعرف تماما حضرتك ان اللي انا بقوله ده مظبوط. كميه القضايا اللي اتحلت للنيابات العسكريه وما فيش هناك فكر ولا مهاونه ولا اي حاجه، هتزيل هتدفع الغرامه وهتتحبس. الموضوع ما فيش فيه هزار يعني. فده طبعا بنكمل بقى المنظومه. يعني النهارده رئيس الوزراء لما يطلع له تقارير عن كميه المباني المختلفه، هنقول دلوقتي والله وفقا للرسم البياني ان مثلا حي كذا اتعمل فيه 100 مخالفه، حي كذا ما اتعملوش مخالفات، حي كذا 50 مخالفه، ابتدي بقى حاسب وكرم اللي هو الراجل المحترم ده اللي طيب. ما اتعملش عنده اي مخالفه. ايه اللي يفرق يعني الناس برضو عايزه تفهم تفصيله قانون التصالح اللي اقر من مجلس النواب. تمام. اللي هو اللي ماهيه هذا القانون في المباني يعني في هو المباني. حضرتك في تصوير جوي لمصر خلال فترتين من الزمن، فالتصوير دوت ادى فتره انتقاليه ان اللي عمل مخالفات لغايه سنه مثلا 2016 وتم تصويره هيروح يتصالح وتنزل لجنه التصالحات وتقيم المقدار المخالفه تتصالحها وتقننها وتدخلها في المرافق ايا كان نوع المخالفه. ايا كان نوع المخالفات يعني اقصد على ارض زراعيه ارض املاك جويه، ما هو حسب التصوير الجوي اللي تم في هذه الفتره. واخد بال سيادتك؟ فهي القصه دلوقتي احنا مش هنندب يعني مش هنفضل نبكي على اللبن المسكوب، احنا عايزين نتعامل بقى ونتعامل، ولكن بعد هذا الاجراء بقى خلاص ما فيش الكلام ده خالص. يعني لا عشان بس تبقى الدنيا واضحه، لحد 2016 في تصوير يعني اقصد لا يخضع للقانون. أيوة يعني هي هو في حضرتك مع الدوله في خرائط اتعملت عن طريق الاقمار الصناعيه وفي تصوير في المجال الجوي وده اتحفظ في كل يعني مثلا جهاز مدينه القاهره الجديده، جهاز مدينه 6 اكتوبر مثلا، حي المعادي، حي كذا، حي كذا، كل التصوير دي راحت خلاص على الخريطه عن طريق الجي بي اس. فابتدى دلوقتي عرف ان الحاجات دي تم مخالفتها قبل التصوير ده خلاص اللي هو قبل 2016. بعد 2016 ابتدى بقى يبقى في بقى العقوبه الرادعه بقى ومفيش تصالح. مفيش تصالح. تمام. انا شايف ان ضبط المجتمع الغاء التصالحات، لان حضرتك النهارده بقى في تغليظ عقوبه وحضرتك دلوقتي ان انت خلاص فهمت ان مفيش. طبعا دي كانت موروث ما قبل 2010 في موضوع اداره حزب الوطني للدوله انه كان بيفتح مجال كل العشوائيات اثناء فتره الانتخابات. فالنهارده السيد الرئيس حتى لما جه ادى الاوامر انزل اهدم هدم خلاص بقى. افكر بقى انا النهارده حقيقه انا غرمت 10 مليون جنيه بنيت عماره خلاص بقت على التراب. فافكر مره واثنين وثلاثه لو اخالف، لان خلاص بقى الاجراءات صارمه. الاول بقى كان يجي يفتح ايام الانتخابات روح الكهرباء فتحت تروح قانون الاوضاع. فالحاجات دي انا شايف الملفات دي فخامه الرئيس بيتصدى ليها بحزم يعني. بس هو التصالح يمكن كان هدفه، بس هي مساله ان انت بتتعامل مع سياسه الامر الواقع خلاص. ما هو حتى والله في تنفيذ قرارات الازاله حتى لو في شاغلين دلوقتي بينفذ. لان محل الفتره الانتقاليه حتى لو في شاغل، يعني النهارده يقول لك انا هروح ابني العماره مخالف وهشغلها فمش هيقدروا ينفذوا عشان في شاغلين للوحدات. لا النهارده بينفذ. انا شفت اخر حاجه بلكونات عليها غسيل واتهد.
يعني ساكنة. هو انزل نزل خلاص دمر خلصت والجيش مفيش تهاون. طيب انا اقصد بقى حاجة هنا، يعني دلوقتي انا هنفترض انه واحد بنى بعد 2016 وبشكل او باخر الناس اشترت منه، تمام؟ هنا الناس يعني، يعني الناس اللي موجوده دي انا شايف حقها تاخده من هو أهمل يعني صاحب العماره نفسه. اهمل في حق ولا الناس هي كمان مسؤوله لان عارف انه ده مخالف؟ اهمل في حق نفسه المواطن، اهمل حق في نفسه. النهارده حضرتك وفقا النهارده عندنا بوابه الكترونيه للحكومه المصريه في وزاره التنميه المحليه في محافظه القاهره، ماشي؟ بدخل عبر الويب بقول والله انا عاوز اشتري عقار في دايره المانيال، العقار رقمه كذا كذا، هتلاقي لي على طول التوصيه ان العقار ده مخالف. ده في بوابه ايه؟ الحكومه المصريه. بوابه الحكومه. فانا النهارده انا بكتب البيانات الخاصه بالعقار اللي انا هشتري منه. انا دلوقتي في حضرتك في 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 كل حي وفي كل محافظه في حاجه اسمها البوابه الالكترونيه. حلو؟ النهارده بروح حضرتك في بيتعامل معايا بدون ان انا اخش قبل لا مهندس ولا موظف، شبابيك اماميه، بروح بتوجه انا عاوز خدمه كذا بيديني الرقم، بدخل على الشباك مفيش فصله اللي هو اللي بيقدم خدمه على المتلقي. فالنهارده الموضوع سهل وبسيط، بس انا النهارده عارف ان حضرتك باني مخالف وانا جاي هتعملي تيسيرات في الشقه، وفجاه الاقي ان النائب العسكري دخل هدى العقار، فانا مشاركك معاك. انا اصبحت شريك في في المخالفه. انا بقى عاوز اضم بقى الاحياء للمعادله دي عشان يبقى الموضوع ينتهي فعلا بقى. انما النهارده هما يعني حضرتك بقول لحضرتك دلوقتي على الطريق الداري لمدينه السلام ابراج طلعت خلال فتره حظر التجوال. ليه؟ وكان مخطط هناك خطه بس الجيش نزل نفذ على طول. فدي طبعا وعي وادراك بقى. النهارده حتى انا برضك اللقاء كده اساسيه في المدن الجديده بيقول له هو انا عاوز شباك والرخصه الذهبيه، يعني تروح حضرتك دلوقتي تاخد الرخصه في خمس دقائق لاي شيء، قال لك ورخص وسلم المحلات وسلم الانشطه برخصها ولو مؤقته لمده ست اشهر لغايه لما المواطن او المستفيد ينزل ويتعايش. فتيجي اتجاه الدوله وليه توقف ان انت تسجل اراضي وليه توقف ان انت تدي رخص مباني؟ ايه المشكله؟ ليه بتعقدها عشان اخالف؟ فالرئيس هو توجيهه كده بقى، افتح وادي كل واحد حقه ومش عاوزين حد يبقى فيه تخالف. طالما انت النهارده في تطوير عمراني المنطقه ما والشارع ده عرضه كذا وهتبني في حدود المسموح، ما فيش حد الا كلهم طماعين، اللي واخد رخصه ست ادوار عاوزها 12 واللي واخد 8 عاوزها 20. طب ايه؟ والشكل الجمالي مفيش. فالاتجاه والاراده ان هم القانون هيطبق على الكل، مفيش استثناءات. ادام دخل ملف في الاحكام العرفيه والطوارئ مفيش هزار في الملف ده، خلاص بقى مبقاش في مساحه. لا 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 لا. طيب ندخل بقى على نقابه المحامين، ليه التاخير في الانتخابات الفرعيه، انتخابات النقابات الفرعيه؟ هل الظروف اللي احنا فيها كورونا ولا ده كان الموعد الحقيقي بتاعها؟ لا لو بعد 30/6. لا هو حضرتك نقابه المحامين في 15/3 اعلنت النتيجه بفوز معالي النقيب رجاء عطيه واعضاء مجلسه. 18/3 جائحه كورونا. فثلاث ايام فقط لغايه دلوقتي اجراءات اعلان وتنصيب نقيب المحامين ومجلسه لم تتم، لانه في عرف في المجال ده ان النقيب العام بيقابل رئيس الجمهوريه. فلغايه وقتنا هذا ما اتعملتش الاجراءات دي، النقيب العام ما شكلش هيئه مكتبه، احنا داخلين في 90 يوم. فجائحه وظروف، وفي كان في اتجاه المجلس السابق انه كان في تعديل تشريعي ليه للاستمرار، وجت اراده الناخبين مخالفه عن اتجاه المجلس السابق. وجيب بالتيار الاصلاحي، التيار الاصلاحي اللي بيمثله معالي النقيب رجاء عطيه، ان هو طبعا عند حضرتك عارف ان هو عنده 80 سنه وما عندوش طموح ان يكون انتخابي لفتره تاليه، هو اعلنها يعني. فهو جاي يصلح ويعيد حاجه احنا كنا مفتقدينها، اللي هي عظمه المحاماه ورفعه شانها والمحامين. احنا طبعا من حاجه و80 سنه 83 صدر قانون المحاماه ومر بعده تعديلات، اكتر من 6 تعديلات من 83 لغايه 2019. كل المواد اللي تعدلت اللي هي الخاصه بانتخاب النقيب ومجلسه دون غيرها وكيفيه القضاء على موارد نقابه المحامين. فالنهارده بقى لنا اكتر من 83 لغايه النهارده داخلين على 30 سنه مفيش يعني تعديل للمواد تحقق امال وطموح الساده المحامين. يعني حضرتك النهارده محامي مصر الى الان، الى الان محامي مصر بيدفعوا الضريبه بكل اشكالها وانواعها، ونسبه من اتعاب المحاماه بتتورد لوزاره العدل،
ورغم هذا محامي مصر خارج المظلة الاجتماعية للدولة المصرية، لا علاج ولا معاش ولا حاجة. طيب ما هم بيكسبوا يعني، احنا يعني مفيش مشاكل. يعني انا النهارده حضرتك يعني انا المظله الاجتماعيه دي للناس اللي هم يعني لا أنا هقول على غير المقدره، انما المحامين ما شاء الله يعني كل معظمهم الناس ميسورين، كل الناس ميسورين بس ليهم حقوق. يعني انا النهارده حضرتك مفردات ادائي للضريبه للدوله المصريه ايه؟ يعني انا بدفع الضريبه للدوله المصريه ليه؟ عشان الدفاع والامن التعليم الصحه التنقل الخدمات، الخمس ملفات دول انا بدفع الضرايب عشانهم. طب انا النهارده حضرتك بدفع حاجه اسمها ضريبه مهن حره، وبدفع ضريبه مضافه، وبدفع اتعاب محاماه كمحامي، يعني بدفع كل الملفات دي سنويا مفيش مشاكل. انا النهارده ان الدوله المصريه ما بتدينيش مظله اجتماعيه وخرجتني بره التصنيف الائتماني للدوله المصريه وللمصارف وما بتتعاملش معايا خالص، تمام. النهارده بقى انا بدفع في النقابه اشتراكي والدمغه وجزء من الاتعاب المحاماه بتروح للدوله ونسبق من التصدقات وفقا لنص الماده 60. النقابه بتديني مقابل ده ثلاث اشياء: القبول والملف الصحي والمعاش. كويس. امكانيات الدوله تفوق امكانيات النقابه. طبعا. تمام. النهارده نقابه المحامين مفروض ان هي تيجي احنا بنورد للدوله كذا وكذا وكذا وكذا. النهارده هل النقابه في جائحه كورونا طلبت من الدوله حصتها من ضمن المتضررين من جائحة كورونا زي نقابة السياحة ونقابة الصحفيين ونقابة المقاولين والكلام ده؟ لا، يعني الدولة ادت للفئات دي وادت للناس الاكثر تضررا الا نقابة المحامين. النهارده حضرتك بالنسبة ايوه، هل 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 نقابة المحامين طلبت ده؟ هو رفض هذا الطلب هو ولا لم تطلب من الاساس؟ انا المعلومات اللي عندي ان ما طلبش. طيب ليه؟ لان انا مثلا المفروض ان انا عندي النهارده ممكن احنا كانوا معلقين العمل خالص، ما كانش فيه محاكم وما كانش فيه نيابات خلال من 15/3 و3 هنبتدي من اول 1/6 في نزول بقى وفي تلاحم وفي تعايش، فبقى عندنا اعداد اكبر. والمفروض بقى ان النقابه حاليا تطلب من الدوله. احنا طبعا بنناشد فخامه الرئيس ان احنا اولا عاوزين تعويضنا عن الناس المتضررين من المبلغ المخصص من الدوله اللي هو 100 مليار. تاني حاجه ان هو يدي تعليماته للجهاز المصرفي في الدوله في انه يرفع الحظر الممنوع على المحامين في الاقتراض، ان احنا مضرورين جدا. ثالثا عندنا بقى اللي هو يعني حضرتك بتتكلم عن فئه كبيره من المحامين اللي هم المشتغلين واصحاب المكاتب واللي بيكسبوا. طب انا عندي النهارده شباب المحامين يتجاوزوا 60,000، دول بياخدوا مكافآت. النهارده هم خارج الدوله وخارج النقابه وخارج المكاتب. هنا نعمل مع الناس دي ايه؟ دول المفروض يدخلوا تحت المظله الاجتماعيه. ده بقى ليه بقى يا فندم؟ طب هل لفتره معينه ولا حضرتك احنا الظروف اللي احنا فيها دي معينه. يعني ما حدش يتخيل حضرتك ان في حاجه اسمها الجائحه دي خالص ولا كورونا. تمام. تواجدنا فيها بقى، الشباب دول يعملوا ايه؟ وبرده خلي بالك في مجال التعايش والفتح الجزئي هم اللي هينزلوا برده، هيبقوا هم اكتر الناس عرضه. فين بقى النقابه هنا وفين الدوله؟ ما هو دول الشباب دول برضك بيدفعوا كل الاستحقاقات اللي عليهم، عنده ضريبه بيدفعها وضريبه مضافه واشتراك، كل الكلام ده بيدفعه. فلازم يبقى في النقابه ليها دور ولازم الدوله يبقى ليها دور. احنا طبعا علاقتي بالدوله هتبقى من خلال النقابه، وليس ما ينفعش انا اخاطب الدوله كمحامي، ولكن نقابه المحامين تقدر تخاطب الدوله المصريه في ممثله في السيد النقابه في ثلاث ملفات. يعني احنا النهارده عاوزين ندخل في النطاق المظله الاجتماعيه للدوله. تمام. وفي البرنامج الصحي. وعاوزين انه فخامه رئيس الوزراء يدي تكليفات لمحافظ البنك المركزي ان يعمل لنا قروض بفوائد للبنوك الغير استثماريه اللي هي البنوك الخدميه، ويدينا فتره تيسيرات ويشيل الحظر اللي علينا. لان احنا ايه موضوع الحظر ده؟ المحامين على اساس ان هم ما فيش نقابه تضمنهم فلا يجوز لهم الاقتراض او ان هم يشتروا سلع بالقسط بسبب ان هو مجال عمله القانون. ففي طبعا حضرتك هتعلم ان في تصنيف ائتماني في البنك المركزي، في البنك المركزي. يعني حضرتك مش اي حد يروح ياخد عاوز قرض، عاوز يشتري سياره او بيصرف له، لازم يتفحص. فانت انا المحامين عموما خارج التصنيف الائتماني، يعني ما فيش حد يعني اي محامي ايا ما كانت ظروفه الاجتماعيه والماديه ليس له الحق في ان هو يقترض؟ لا، هو يقترض بودايعه او بامواله او ممتلكاته، لكن ما يقترضش بالنظام الشخصي. فدي برضك محتاجين ان احنا نناشد فيها رئيس الوزراء عشان يترفع من علينا التصنيف ده. فدي هتفيدني انا النهارده مثلا لما تيجي الدوله تديني قرض في الظروف دي مثلا وليكن 30,000 جنيه وفتره سداد اعفاء 6 اشهر والباقي على 24 شهر بالفوائد اللي هي
زي بنك الائتمان والتنميه الزراعي، بنك المهندس، بنك الاسكان، اللي هي يعني اقل فوائد ممكن. فانا النهارده حضرتك عاوز بقى نرفع من عينينا الحظر دوت علشان اوصل اعدي الظروف اللي انا فيها حاليا، زائد ان النهارده موضوع الابلكيشن الصحي اللي انا بنادي بيه برضك محتاج ان الدوله تدعمني فيه، ان هي تديني امكانياتها كمستشفيات تتعالج هناك. في دقيقه رساله اخيره توجهها وان شاء الله نختم. انا باذن الله رسالتي لمعالي النقيب رجاء عطيه، احنا نعلم جيدا ان حضرتك تيار اصلاح وانك جاي تكافح فساد 20 سنه فاتت، ولكن عاوزين يد تواجه الفساد ويد تصلح، وعاوزين شباب المحامين والمحامين ان لابد ان الترس العمل النقابي يشتغل ونواجه، وان المحامين تحس بالتغيير. فانا بنجد في هذا الملف. انا بضم الصوت لصوت حضرتك فيما يخص بالذات مساله شباب المحامين، لانه الحقيقه يعني اكثر الناس تعرض يعني والاكثر معاناه، لانه اي حد في بدايه حياته دايما بيبقى في عنده ازمات في شغله في مهنيته. ربنا يوفق كل شباب مصر ان شاء الله. وانا بشكر سيادتك سياده المستشار محمد سليمان جاد، الله يخليك، المرشح لمنصب نقيب محامين جنوب القاهره. بشكر حضرتك وان شاء الله نلتقي بحضراتكم على خير الاسبوع المقبل في نفس هذا الموعد ونقطة نظام. شكرا لحضرتك.